بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لتعليم التنس الأرضي تحييكم. دي طريقة إزاي اللعيب يربط يلف المضرب بتاعه لفة طبيعية للجريب. طبعا الجريب بيكون جديد، بيبدأ اللعيب يمسك المضرب بالطريقة اللي أنا ماسكها ديت، ويبدأ يلف المضرب بتاعه واحدة واحدة بدون سرعة، بحيث ان هو يبقى ماسك المضرب بقوة وبيلف لفات بسيطة واحدة واحدة حتى يصل الى النهاية واحدة واحدة بدون سرعة، وبيفضل يلف بيلف. طبعا الجريب بيكون جديد وبيلف بيه لفات بسيطة، بحيث ان يكون المضرب ملفوف لفة طبيعية، وبيبدأ يجيب البلاستيك. طبعا بجيب الشركتون او الشكرتون الصغير بتاعي وابدأ ألزقه من تحت، بحيث المضرب هفك المضرب اوريكم يتفك ازاي برضو تاني. هضطر افكه فكه بسيطه اهوت، واحده 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 بفكه واحده واحده اهوت. بص بص المضرب لما بفكه، بص بيرجع ازاي. شوفوا انا برجع المضرب بتاعي، برجع بلف 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 بلف، هي نفس الرابطه. هربطه لك رابطه تانيه اسرع شويه، بحيث يبقى برضو الناس اللي احترفت وعرفت ان هي تمسك المضرب وتحترف. بص بقى ممسك المضرب من اوله ازاي. اظبط ايدي، افضل اظبط ايدي والف مع المضرب، بظبط ايدي والف الف الف. شايف اللفه؟ اللفه بقت اسرع شويه. بص بحيث ان انا بخلي في خصلات بسيطه بين كل لفه ولفه، كل لفه ولفه بتبقى ليها خصلات بسيطه، بحيث ابقى انا مسيطر على المضرب وانا ماسكه وهو بيلف في ايدي واحده واحده، بحيث اصل للنهائي لفه لفه واحده واحده. ملاحظ اهو اذا المضرب كده بقى في ايدي. بص 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 اهو، ادي اخره المضرب، واقوم لا شادد المضرب من تحت خالص في النهايه، واقوم شادد شده جامده، واجيب اللزق الاسمر واروح لازق مضربي بالطريقه الجميله ديت السهله دي. وان شاء الله لينا لقاء في حاجات تاني، وشكرا.